السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ معاكم مرتضى الأحمر. اليوم عندنا لعبة ذا بلوكهيدس. أوكي، جوين وورلد لوكال نتورك، جوين لوكال وورلد دريم لاند. Here I am coming. حلو، خلينا نشوف العالم، جمع شوية موارد. تعالوا عدلوا القاع. ها شو مسوين بالاشجار؟ قاصين. تم التجهيز. اريد اصنع بيكاكس، اريد ان ستيك. اوكي خلاص راح اجيب ستيك. هاي كورية عيونها سود، كان فضائي. البشرة مال اللاعب مالتي غريبة. بيكاكس جريت. من لازم الآلة مالتي؟ مريم. تفليش تايم. حلو، ديجي ديجي هول ماينستون. جاي اجمع موارد. نعم، ويلكم تو يو مان. تطوير تايم. صار عندي اكس. هذا البيكاكس يفيدك، خذيه شمرته لك. خلا اخذ لي فره بالعالم. اي حلو هذا كلي، خلا جمعه. ها ماكو اشجار طويله ما مقصوصه. ها محمد جاي امشي، راح اجمع. القاع حاليا ما نعدلها، ان اذا نريد نخلي بس ويا مستوى الاله القاع، لان من راح نبني البيت اصلا احنا راح نحتاج نخلي شنو حفره جوا البيت نسويها مخزن، شو تقولون؟ فالحفره هاي بالوقت الحالي عادي خليها تنحفر، او كل من يبني بيته بكيفكم، لان هي القاعة كبيرة. احنا اذا كنا عايشين ببيت هذا كوساند. خلى جمعة
اي هاي الشجرة كبيرة. لا لا تكسرون هاي الشجرة، طريقة تكسيركم غلط، ابدوا بيها من فوق، مو تبدون بيها قبل طيحوها كامل. لحظة جاي، هيش طريقة تكسير الشجرة الصحيحة. شوفوا راقبوا وتعلموا من المحترفين. سلقت، تعالوا باعي، تعلمي من المحترف. لا هذا ما نجى خلا كتلة. ليش؟ لا 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 لا، طريقة تكسيرها غلط هاي. شوف شلون تكسر الشجرة، شوف الخشب ايش قد صار عندي. شنو ماكو اكل بالعالم؟ ماكو اكل؟ اي عافية. اسمع انا لسه زرعت، حصلت اتشيفمنت، زرعت 3 اشجار برتقال. اذا تردون الزرع بسرعة يطلع كون كل احنا شنو كل احنا كون نقعد. جاي تسمعوني؟ كون كل احنا نقعد على مود يتقدم الوقت والاشجار بسرعة تنمو. هاي ليش سويتي هنا حفرة بالطريق؟ لا البيت لا تبنوا بالسباون، لا حد يبني بيته بالسباون. هذا السباون ايه، تحن مكان بعيد تبنين بيتك. ليش؟ السباون نبني بمكان عام يعني يشملنا كل احنا. شنو شاكو؟ ما قلت شي غلط. هاي اكو اشجار من انا مال برتقال علي يسرهم، لا حد يكسرهم. باي لحظة يطلع البرتقال؟ لازم اكو مصدر اكل لان احنا راح ندور نجوع ونموت. لطيف، لقيت شجرة كلش عملاقة، اكسرها احتمال تطيح عليها سناجب. يابو سناجب انوكلت. انا عبان عنكبوت. هو هذا مو سنجاب عادي، اعتقد راح اودع دمي كلش انتهى. انعلس. I should heal myself. But I don't want that. اكسر الشجرة وفلت. هسه راح ارجع انا اصنع لكم الغراف اللي تحتاجوها. لميت موارد هواية. ابو حايل تقول عندها 47 خشب. العصا 94 وعندي الخشب ستاكين. اجيتكم. اقتلني محمد. اقتلني. يلا بعد. طلعت لي الجمجمه. شنو ما عندك سلاح؟ جاي اتعذب انا بهالطريقة. اي. وقع. ما ادري شو بقى معلق. دوس عليه.
تدفع او اكيد ارجع الحياة. شو وقع من عندي حجارتين؟ خذ هنا لك وحلالك اجمع غيرها. هاي شنو من مسويت شنقر جوا القاع؟ اي حلو هذا اللايم لايم ستون حلو خله جمعة انطور الآلة. بقي بالوقت الحالي ما مأثر عليه انا. اذا كبرتقال علي يسرى روح يسرى. هواي برتقال طلع روح جمعة. حلوة بتر سليب نمت بفراش طريقة مع المثقفين. انا بدي اعدلها واخليكم تعبرونها جاي اشتغل عليها من احجار. قعدوا خلي الجو يصفى سجانة بريد من هذا اللي يقتل. اوكي بالبكاكس يلا لا ما اريدها كلش كبيرة احسن اشوف هذا القياس مضبوط. لحظة لا نطيح. لحظة خلنا نعبر يلا هسه فلشي. هذا راح يورط روحه. انتم مواطين ارواحتكم اتوقع. هاي ترى غرابة قبطت لك. لا صنعت كل شيء شو اسمه سلات. يس اي ديد ماي بيست. هنحط الغرابة الزايدة اللي عندي. ابني هاي الوردور. تقدرون تعبرون الجهتي؟ جهتي تقدرون تعبرونها؟ آه. لا عاد بمكانكم ناموا خلوا أسراتكم غرافكم. اي راح يصير الصبح ما بقى شيء.
عشان الصام. ما عاد قام. أنا كملت وقتي. هو في وقت بعد حطيت. من كانت للحيوان حلو. حصلت فاكهة من اللايمستون. حصلت ليمون. الطابق ما يتفلش يا طابق. لا فلشت بقجة الثانية ما تتفلش. ليش ما تتفلش؟ ما ادري. شو ذاك تكسر؟ هذا بعد ما يتكسر. يكون من البداية مو من بالنص. هي منا ايش ما يصير من البنص اذا حجاب مو نفس الدعم هاتش يكون يربش شخصيتها تخوف القاية. ليش؟ بس انا اول ما اخترت الشخصية بنية بعد ما عدلت عليها بالغلط دست لي اوبت. يلا. هاجة اصنع ما انصحكم نجي لحد على ساعة يلا كمل. اوكي بالله شعدنا. الجهة الثانية من المنجم تقدرون تزرعون بيها قاعد اعدلها. القاع كل ما تتوسع كل ما افضل. انا حاطة علامة على البيت. ببيت خمس كبكات بالقاع اخفيهن. اصنع سبيكات حديد. حلو. ايرون ايج عصر الحديد. اوكي ها جماعة تاني نفط. انتو هم جامعين نفط؟ وانا لسه اطلع واطل. ليش؟ المشكلة في هذا الموبايل بس لحد ما يقوم يعلق. اوكي Here we go. شنو هذا الصوت؟ هذا الصوت اتجاه تكسرين؟ بالبكاكس؟ عافية. لقيت انا روبي واميتست وجاي اجمع شوية جولد. بابا شو جاي شوف ليش بقعة دائرية اسود وكسرها. شو هذيش اكو موارد اهتمام جمعتها ليش عايفتها؟ وينها؟ بجهتج. جهتي؟ اي اكو موارد ما مجمعتها احنا شو اتفقنا؟ ما جاي اشوف هذا شيء.
ترجعيها وتجمعيها بسرعه. يلا من واحد للواحد يخلص وقتك. لا لا راح اطيح انا عليكم ادب هذه. حلو اميتست اند روبي. حلو حصلت سافاير، حصلتين كلهن الجواهر، بقت بس الدايموند. بس الدايموند باقي لنا محمد، الآلة راح تصير مستواها ماكس. حلو. جريت. خلي. زين أنا ماكو ما جاي تجيني مشاهدة لحد الآن أبد، اكو خلل. موبايلي تجي بالآيباد ما تجي. كنت تقولي كريستال وكسره يمكن بمعول قوي هم من هذا المعول الدايموند يمكن. يلا اقدر نجمع لنا دايموند ما الله نصنع عليك. انا رايح خلي شخصيتي تعبانه. عندك فراش فرشي ونامي. المن طيتك فراش ها؟ وين كسرته وعدي؟ شنو؟ انا كسرته وعدي ما افتهمك. مين كسر السبب؟ مين كسره؟ يعني قصدها ما خفت عدها. شايلته؟ اي شايلته. خفت شو يلا الكل ينام، الكل يقعد. ساعة. طيب. ساعة. محمد ساعة. اوكي نفتح التطويرات. راقي هذا السرير الذهبي اصنعه. سهلة صناعته مو صعب. ده كل واحد من عندنا يشيل سرير ذهبي بعد ما يحتاج واحد ينام. خلي قارب. حصلت تشالنج اتشيفمنت. اريد ريش من عندكم اللي يقدر يجمع خلي يجمع لنا. منو يلا قعدوا. حصلت غراب راح اطور الآلة. بقى بس الدايموند وصل مستوى ماكس. صار لونها احمر. طيب اريد ان كلش كميه هوايه. صدق لحظه البوابه هاي مو الفلوس اقدر اصنعها؟ خل اشوفها بالله. نصير زناقين اذا صنعتها. وينها؟ اي اقدر اصنعها راح اصنعها. حافظ واحدكم للبيع والشراء. هاي تفيد هي تخلينا ملوك باللعبة. شنو الشغلات الدور اللي ما تردوها بيعوها؟ ايه
الدار تقوم تكرف فلوس انت. بس اما انا متعبة اكون نطورها. The house. رقية there's no answer. يا تعالي طبي شو راح اسوي محلات عالم المحل. trade حلو. تعال شوف هاي الآلة الصفرة اللي بنيتها بالبداية. جي شوفيها هاي تقدرين تبيعين وتشترين بيها. خلي اشوف عند الكتب يبيع شغلات بيها حرام عن مود احصل فلوس. حلو اقدر ابيع الخشب غالي. بيع الخشب. حلو لقيت البحر. شنو يا محمد انت مسوي هناك نقربي؟ اي لو الصندوق طلع ما بي صندوق اقدر اطمها بس حتى يعني حتى توهم لا حصلت فلي يجي بعد عليه ما ناخذ شو اسمه اخذ مويه قام يموع. لو كاظ فك المفترس صار الماي للحليق. لا طفيت النار بالغلط. شوف الحرف خلي اشيل النيران ونرجع اعليقهم من جديد لان النيران انطفى. هذا اخر دلو اخذه. يلا اي المي ما قاعد يطلع بخار. انا اقول لك كون اصنع فرن اقدر اضيفه جوا بالمي.
راح يقوم يطلع بخار. بلوكات ذهبية تسوون عندها السرية للسهل، نقدر نسوي ثلاثة سوا ذهبية حاليا. أنا عندي 13 وكم ما مطبوخن طبخة صار 15 كل الزين. المكان قام يصير بيه حرارة، قام المكان ينور بدون ما أنا نوره. خلف بهدومي المكان بدأ يحتر. مصابيح يعني 12 وحدة مو هو صلصالة عيد. ياوه هذا من هذا يعتبر اقوى كرك باللعبة. انا راح تدمج، وصلت للافا، جوايا اللافا. هوت ستاف، حصلت الاتشيفمنت، قمت تدمج. Come on, man. لك يلا بسرعة ابني. بس لو راح اموت. نقلت للمستشفى. بعد احنا ما بدنا انا مستشفى. بسرعة رجع الهيلث. نقبته هوسبيتال. خلنا نرجع نخاطر. خل نستكشف هسه شنو كهوف. خوش اكو كهف. خل نجمع اول مره الموارد. ايش ما عندك؟
اوكي شو ايش لقينا؟ خلا استدرج اي منا ما يلوحني. بعد الدمج مالته كلش قوي. رجع لحم. ما بقى شيء راح حكيت له. خلنا نرجع له. ودع. حلو طاني السروال مالته الجديدي. بس انا البس فيني ملابس النادرة. هالملابس النادرة هم هاتين تخلص بها استخدام. حلو حصلت الأميرالد من زمان رايدها. والله مستواها تعبان هاي. كون أنا أطورها. واخيرا بعد معاناة كلش طويلة. اوكي حسنا الغراب كلهن نقلتهن. نروح للسيرفر جوين. تمام نروح لهذا الصندوق نستلم الغراب. حلو وصلتنا الغراب. كل اللي رايده هنا أنا. راقي والحلو أنا سويت دروع من توتونيوم. اتخذ طاقة شمسية هنا. أنا عندي اسلاك. الاسلاك قليلة مو هواية. على كل هنا نبنيها. خلنا نشغل المصعد. والله
ما اشتغل. اكو خلل. احتمال هاي الباب تعزل. والله. الو قام اشتغل. ممتاز.